في المعرض بيضم كل المحافظات الصعيد، فنانين يعني من كل المحافظات الصعيد، بيضم 50 فنان وفنانة من مختلف المحافظات، بيضم 50 عمل. الأعمال متنوعة ما بين أعمال نحتية وأعمال جرافيتية وأعمال تصويرية، في أعمال برضه للخط العربي، برضه المعرض المرة الأولى فنانين من خارج الأقصر. اسم المعرض مشترك، يمكن الاسم بيعبر عن إن الهموم والتحديات اللي بتشمل كل الدول دلوقتي أصبحت واحدة. يعني ده يعتبر المعرض التاني اللي أنا بنظمه تبع مهرجان السينما والسينما الإفريقية، والحمد لله إن شاء الله يعني يليق نجاح واستحسان في المعرض. إن شاء الله فعاليات المعرض هتستمر لمدة قد إيه؟ المعرض هيستمر حوالي 15 يوم. حتى بعد انتهاء مهرجان الأقصى والسينما الإفريقية، إحنا تلقينا عرض من الأستاذ محمد العادل مدير فرع ثقافة الأقصى بإن هو المعرض يبتدي يعيد افتتاحه مرة تانية علشان يكون في أكبر كم من الاستفادة والجمهور اللي في هذا المعرض. تمام، معنى كده إن هو إن شاء الله هيتزامن مع تتويج الأقصر عاصمة الثقافة العربية. نقدر نعرف من حضرتك إزاي هيتم استغلال الحدث دوت بالتزامن مع المعرض؟ يعني واحنا بنحاول نقدم كما يمكن من حق الأقصر عاصمة للثقافة العربية، فيجب إن احنا كلنا نبقى نتحد إن احنا نكون الجنوب فيهم مبدعين وفيهم فنانين، من خلال الورش ومن خلال المعارض الفنية والنشاطات والفعاليات اللي بنعملها شبه كده. في الحقيقة المعارض زي كده بيكون ليها أثر كبير جدا على أهل الجنوب، لأن زمان كان الفنان التشكيلي عشان يشارك في معرض تشكيلي كان بيضطر ان هو ياخد العمل بتاعه، وهو عمل اكيد بيكون كبير، وينتقل بيه في الى القاهره العاصمه عشان يشارك، فيه بقى تكلفه ماديه ومجهود بدني ونفسي. بنحاول ان احنا ننقل النشاطات دي للجنوب. من ناحيه ثانيه ان اهلنا هنا في الجنوب يستحقوا مننا ان احنا نقدم لهم معارض فنيه ونقدم لهم ندوات ثقافيه علشان يبقى في تفاعل اكتر في الثقافه، واحنا بنقول الاقصر عاصمه الثقافه العربيه، فاذا ده دور المثقفين والمبدعين ان هم ياكدوا على هذا الحدث في هذا العام. تمام، طب نقدر نعرف قد ايه هيفيد شباب الفنانين هنا مثل هذه المعارض اللي بتقام في الاقصر، المعارض فن التشكيلات، ممكن تاثيرها هيعود بدرجه قد ايه على الفن وعلى الشباب التشكيليين؟ واحنا عندنا كليه فنون جميله ليها اكتر من 20 سنه في الاقصر، فبالتالي الكلية بتخرج أجيال من الفنانين بالإضافة إلى الطلاب اللي موجودين في الكلية. الطالب بيكون محتاج يبقى عنده مفهوم بصري من خلال الأعمال الفنية والمعارض والمتاحف. للأسف عندنا في مصر الحركة الفنية لحد 3-4 سنين فاتوا ما كانش فيها حركة سريعة، يعني معرض أو اتنين في السنة. يعني الفنانين اللي في العاصمة محظوظين ان المعارض والحركه سريعه وكثيفه، فالفنان هناك واخد حظه من الثقافه البصريه والمفهوم البصري. احنا بنحاول المعارض دي موجوده على قائمه الفنون الجميله او على الفنان التشكيلي اللي موجود في الجنوب، ان هو يتلقى بصريا ثقافه جديده واعمال متنوعه بتكون عنده مفهوم بصري.